إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب. تكفي هذه الآية في قيمة الكلم الطيب. والله إن الإنسان إذا تأمل هذه الآية ثم زهد في الكلمة الطيبة إنه لمحروم. الكلم الطيب ذكر الله معه الصعود، فهو دائما في علو، ولمن يصعد إلى الله، وكفى بذلك شرفا. أيها المبارك، هل فكرت في حجم الكلم المبارك الذي يصعد منك إلى الله؟ الكلمة الطيبة جوهرة فرطنا فيها كثيرا. تأمل كيف قدمه الله، أفرده بالذكر رغم أنه داخل في العمل الصالح، جعل له صفة الصعود وتقديم الجار والمجرور إليه لتأكيد جهة الصعود. يا له من شرف أن يكون منتهى كلامك الطيب هو الله، فمن يزهد في مثل هذا إلا محروم.